المعالجة النفسية دانيا دبيبو، أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن الفرق بالوقوع بالغرام أو الحب بين الرجل والمرأة. طيب هو الحب حب، في فرق بين رجل ومرأة؟ والله في فرق. في هلأ فروقات بسيطة بس هن بتشمل كذا شغلة، يعني بيولوجيا في فروقات بالتفكير بالتصرفات بالتعبير بالتعبير وبالتواصل وبالضغوطات الاجتماعية وبكيف بيتكيفوا مع الضغط النفسي صح. إذا إجا وقت يكونوا غرقانين بالحب وحتى عند انتهاء العلاقة. سو إذا منبلش منحكي على هيدي الفروقات، وهون بدي شير انه نحن عم نحكي على معدلات بالاغلب كيف بيتصرفوا الرجال او كيف شو بصير معهم، وبالاغلب نعم. الستات نفس الشيء. قبل شوي جون عم بيحكي على انه ما نعمم، يعني صحيح. سو بده يضل في ناس بتختلف يعني حسب الظروف، بس بالاجمال يعني طبيعه الرجل الدراسات وطبيعة المراه عامه كيف هن بيعبروا عن حبهم او او حتى تاثرهم بالتقاليد الاجتماعيه. أيوة. دانيا يعني كمان المراه بطريقه والرجل بطريقه. خلينا نبلش بيولوجيا، يعني شو بتقول الدراسات عم بيصير معه للرجال. هو الرجال عاده بيكون عنده هرمون التستوستيرون عالي، هذا بيعطيه الثقه والقوه والنشاط. سو هيدا بخليه للرجال ينغرم أكتر بسرعة أول شيء أول العلاقة، لأنه هيدا التستوستيرون بخليه يزيد عنده الانجذاب والرغبة. أوكي. الست لا، بيكون عندها هرمون الأوكسيتوسين عالي، وهو هيدا الهرمون تبع الحميمية وإنشاء الرابط، فبيكون تركيزها على إنشاء هالرابط بالعلاقة وتركيزها على مواصفاته لهالشخص، إنه قديش حيكون ذكي طيب في استقرار فيه لقدام، ممكن يكون مناسب لإلها أو لا. وهون منشوف الرجل لأنه اتنيناتهم بيصير عندهم هيدا الدوبامين بجسمهم بيفرز، بتتحرك عند الرجل هيدا الدائرة تبعت المدمن، فبيصير بيوسوس اللي حاببها أكتر. إمتى بدي شوفها؟ تماما مثل المدمن. إمتى بدي شوفها؟ إمتى بدي أظهر معها؟ مثلا الست الوسوسة بتكون على إمتى إذا حيناسبني بدي شوفه لأعرفه أكتر. سو هيدا الفرق البسيط بيناتهم. بعدين بيقولوا نظريا الرجل هو يعني اللي بيجذبه أكتر المظهر الخارجي، الست كمان بس عند الرجل أكتر بيتأثر بالشكل. الست لا، بتكون عم تتأثر بالدراسة بالدراسة بعدين انه لتشوف قدي حيناسبها. سو هولي في عوامل بيولوجية اكيد. هيدا التستوستيرون اول ما يعلى لما بيكون الواحد مغروم الرجال بده يرجع لمعدلاته الطبيعية، وهون بتبلش يمكن تتكشف اكتر أيوة. اهداف هالعلاقة وحدودها وطريقة التعبير إيه؟ مثلا يعني إيه؟ هون شو بيصير من بعد ما هالعلاقة مثلا تقلع؟ اوكي هون حيرجع يصير على المعدلات العادية اللي ممكن فيها يكشف على نقاط الضعف اللي عنده، هو بصير بفرج ما عاد في لزوم يلعب هالألعاب كذا، بس انه بصير عرفتي اكثر خلص على ارض الواقع وبيكملوا فيها هي. بس ما هون في كمان تأثيرات هي صحيح بأول العلاقة الرجال هو اللي عم بياخد المبادرة مثلا، يكون محمس أكتر، يكون محمس لأنه مبسوط. ما هيدي كمان الإشياء اللي تلاحظ إنه هالقد بيكون مبسوط هو كتير هون عم بياخد مبادرات، وهون التعاليم الاجتماعية بتكون عم بتأثر. مطلوب منه للرجل دايما إنه هو يقوم بالمبادرة بالأول لحديت ما توصل إنه بده هو يحكيها على التليفون، هو اللي هو يعزمها، هو يحدد الوقت، لحديت ما يوصل لل مرحلة الالتزام هو بده يطلب منا الزواج. هيك يعني التقاليد بتملي، وهيك المرأة يتوقع منا انه تكون هي ناطرة عرفتي ناطرة هالشغلات عم تتلقى وعم تشتغل على انشاء الرابط والحميمية، وتكون عرفتي عم تعطيه هيدي العواطف اللي هي معروفة فيها. وهون كمان اجتماعيا في ضغوطات على هيدي الرومانسية المثالية اللي بنشوفها بالأفلام صح. الرجال هو الحامي هو المسؤول عن الست، فهون هو بصير عنده ضغط
من طبعا. المجتمع بيضلوا بطل يعني بده يأمن بطل. ايه ما عنده مشاعره ما عنده ضعفه ما عنده إيه؟ يعني كمان تأثيراته مثلا هذا الشيء مثلا بيأثر كتير ايه وهون بتشوفي الستات هلا انه لما ناطره حدا انا يحميني انا بحمي حالي هيدي اللي عم بتبلش تتغير بس التعليم بالمجتمع صح. كتير بتطلب من الست انه روقي ما تفرجي انت خليه هو يكون اللي عم ببادر وبيشددوا كتير على انه الرجل هو اللي بده يكون متحمل المسؤولية المالية بالبيت هيك كانت بالاول هلا عم تتغير أكيد. ايه بس انه مطلوب من الست هي اللي تكون عم تهتم بشؤون البيت بشؤونه بشؤون الاولاد هيدا مثل دورة بصير وانه هو اللي عرفتي عم بيأمن المورد الدخل ايه ليكمل ليقدر انه يكمل مع العائلة سو هون هيك عم تتقسم الادوار وكمان معروف عن المرأة انه هي لازم تلعب دور الرعايه يعني للكل بالبيت هون بتتاثر العلاقه دانيا بهيك شيء يعني بنقول عنه هو طريقه التعبير يعني بصير أيوة. هي ملتيه بشيء ثاني وهو بخف حماسه على التعبير اكثر وبتبلش هون الفرق بين تعبير الرجل وتعبير أيوة. المرأة هلا شوفي شو بصير الدراسات بتقول الرجال بيقول بحبك قبل الست عادة الست بتطول فيها بس تلحق وتخلص تبلش الست بتعبر أكتر عن عواطفها بالحب أكتر وهيدي منشوفها كتير عند اللي بعدين خلص بيتزوجوا إنه بستحلي يقلي كلمة حلوة بستحلي يقلي يعبر عنها سواء بالحب أو بمشاكله لهالرجل صح. الرجل عاطفيا يعني إذا هو مضايق شغله مكركب صاير معه شيء ما بيقعد بيحكي عواطف لبعكس المرأة اللي عنده بعكس المرأة سو هون يعني هي بتحب التعبير سواء بالحب أو شو عم بيصير معها وقادرة هو بسبب تعليم المجتمع ما تفرجي ضعفك مثلا إيه بيصير عم بيخبي هو وما تعلم يمكن يحكي عواطف سو بينسحب مرات هو بيسكت بالترجمة هي انه ما بيحبني ما عم بيهتم فيه انسحاب من العلاقة يمكن مش هيك هي لا قوية بس الطريقة مختلفة صحيح يعني يمكن يحب يخبرها بس ما بتصير صح. واللي اكتشفوه كمان الفروقات بين الرجل والمرأة انه الرجل ما كتير بيلقط الإشارات والتلميح تبع الست هي شاطرة أكتر يعني مثل هي بتبقى ناطرة وعم بتراقب تحركاته وهذا يعني يمكن الرجل إذا بيسأل الست شايفك مكركب اليوم شو بكي مثلا إذا بتقله مشي وبرمت ما بينتبه ماشي اوكي بكمل ماشي لك هيدي المشي تحت مليون شغلي بدك تبحش بدك تسألها بينما لو هو عبر هيك كانت هي بقيت مصرة انه في شيء بتلاحظ هي اكتر مثلا كمان الست معروفة بتحكي بالتلميح انه لك هالتريا صار باللمطين محروقين فيها هي في 8 لمبات بيقول لها ايه هذا عم بيلعب الموتور مثلا بس هي شو بيكون قصده بده حل ومغيرون بس هو ما بينتبه لهي الشغله بدها تقول له هالشيء بشكل مباشر سو هن اكزاكتلي بدك شيء بدك تقولي له اياه بوجهه يعني في هالفروقات مرات اللي بتعمل كثير سوء فهم وما عم بيفهمني وايه ما هي ما عم تلقط علي واذا من 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 نشوف بلغات الحب يعني بنحكي على انه في 5 لغات حب الرجال بيعرفوهن اكثر لغه الحب عنده اثنين واحدة من اثنين يا أما بيعملوا خدمات لأنه الرجال بعدين بس خلص تقلع العلاقة بيصير بالفعل بده يثبت بيصير هو اللي بده يعمل إشياء ويفرجيها أنه بحبها بشو ممكن يعملها شو ممكن يسهلها وأكيد بالملامسة هيدي التاني لغة الحب يعني ونسمعها دايما إذا اثنين متزوجين تخانقوا مثلا الرجال بده يسيرها للست أنه خلص بجنسيا بدي أرضيها هيك منتصال عند الست ما هيك عند الست لغات الحب اثنين اللي اكثر شيء بدها تسمع بالحكي انه اللي بتحبني وهذه دائما بيشتكوا ما عم بيقول منه رومانسي ما بيخبرني هيك شغلات وكثير بهمها كمان يخصص لها وقت لوحده يظهر معه يقعد معه يشرب هالفنجان القهوه الكليشيه بنشوفها انه الرجال رجع وحط الريموت وعلى التي في يلا يلا وهي بتجن انه كل النهار بالشغل بتجي بتحط التلفزيون طيب عود احكي معي
دبر لي شيء ظهر انا وياك لحالنا. سو هون هلا في اكيد لغات حب ثانيه اللي ممكن يفرقوا، بس كثير مهم اثنين يفهموا هيدا الشخص شو هي لغه الحب بتاعته اللي عم بيقدم لي اياها، ونقبل فيها ونقدم له مثلها. لان اذا هو تبع خدمات بده كثير ينبسط الرجال اذا الست عملت له خدمات كمان، عملت له طبخه سبيسيال، جابت له ثيابه من الكوا اللي هي يعني تخفف عنه، لان هو هيدا كمان اللي بحبه فيها. فهي يعني بدهم يعرفوا الناس كثير فروقات شو بيصير فيها، هي مثل ما هي تتوقع يكون هو نفس الشيء. طيب وقتها بتنتهي هالعلاقه او لا سمح الله ما بديت خلصت يعني فشل العلاقات، كيف كمان هون الفرق بين تصرف الرجل والمراه؟ كمان بيختلفوا، يمكن الوجع يكون واحد، الرجال بيتضايق قد المراه، ما انه اخف، مش لانه هي عاطفيه حتتضايق اكثر، بس الرجال بخبي، ما عنده هيدي فكره انه بدي اقعد احكي واشتر بالموضوع مع حدا لحديت ما اطلع منه حتى اشفي ذاتيا. الطرق التكيف تاعته بتكون اغلب الوقت بيهرب بالشغل، بصير بيشتغل كثير، بصير بيعمل هوايات، بينخرط اجتماعيا اكثر، بده يلهي حاله، ويمكن ليساعد حاله بالشفاء بده ينط على علاقه جديده. هيدي بده يلتهي فيها. الست لا، الست بتعطي حالها وقت تقعد تحكي فيه مع اصحابها، مع اهلها، مع عيلتها، وبتلجا لاخصائي اكثر بكثير من الرجل. اذا كثير مضايقه هيك بدها، لان بدها حدا يسمع لها وتعبر وهيك، وبتلجا لسبل الكتابه مثلا، بصير بتعبر عن عواطفها بالكتابه اكثر. رجال قليل ما نشوفهم انه عم يعملوا هيدا الجورنالينج، وكمان بتصير عم تفهم حالها اكثر. هون بتصير بتفكر بعمق بانا، وبتصير بتتعلم اكثر من الخبرة وبتهتم بذاتها أكتر. هيدول شوية فروقات يعني اللي يمكن تميز المرأة عن الرجل أو بالعكس. بس الوجع اثنيناتهم يمكن بيتوجعوا نفس الشيء. طبعا بتختلف مثل ما قلت دانيا، طريقة التعبير كمان، التقاليد الاجتماعية. يعني ما فينا ننكر أبدا قدين احنا حاملين معنا. عم تتغير شوي قصة الشراكة، يعني بطل البطل هو الوحيد اللي بده يجي ينقذ ويعمل ويقدم، يعني ما بعرف ايامنا عم تتغير، بس في تعاليم بس بعدها موجوده بذهننا. يعني بعدها موجوده باللاوعي تبعنا. بس شوفي في قواسم كمان مشتركه، يعني اذا اثنين عندهم تجارب سيئه قبل بيمنعوا حالهم ينغرموا بسرعه. بصير كثير متحفز الواحد، بده شيء انه يبني ثقه مع هالشخص اللي عم بيتعرف عليه. ما بيعود الرجل هون يا لطيف خلص بتطب على وما حدا بيسمع اول مره بينغرم. فبيكون في تأني بالاختيار، خاصه اذا ناس شغلين على حالهم، على النضج الذاتي تاعهم، انه فهمانين حالهم شو بيحبوا هن، شو ما بيحبوا، شو احتياجاتهم. لما الواحد بيكون هيك عارف هو شو بده، بيصير اختياره يعني مدروس اكثر، ما انه دغري بيتسرع، وبيكون قادر هذا اللي بيشتغل على حاله بيقدر يعبر هو شو بحب وشو ما بحب. والرجل اذا عم يتمنى على حكي العواطف مثلا، بصير بيتعلم يحكي عواطف ويعبر عن حاله لحتى هالست ما تفهم انه لا ما بيحبني، ما بيحكي لي شيء. عرفتي سو انقطع بهالتجربه قبل وتعلم منها. سو التثقيف الذاتي لهالاختلافات بيسهل عليهم ما يوقعوا بهول مطبات الشك، انه لا ما بيحبني، بطل يحبني، منه مهتم. لا، ممكن يكون كثير مهتم بس ما عم بيعبر لك بطريقه، او بده يسمع القصص بطريقة مباشرة أكثر، لأنه هيدي طبيعته. وهيدي اللي كتار بيسهوا عنا، انه في فرضيات بيقعدوا اثنين بيشتغلوا على فرضيات. لوحده يعرف انه انا لا يا عمي، قولي له شو بتحبي اذا بدك اياه هو. لان اذا عم تقولي له على مشكله مثلا، واجعني راسي، عم تفشي قلبك انت، واجعني راسي، الرجال دغري بيفكر خدي دواء. طيب ما هي بتكون عم بتقول واجعني راسي بس لحتى تسالها ليش شو بك علي انا. انه يبلش يراضيها ويحس عنا وهيك، هي ما بدها بتعرف تاخذ بنادول مثلا يعني. سو بدك اصلا دنيا، يعني الحياه كلها تجربه ودروس بنتعلمها من علاقه لعلاقه بعمر معين. نضج العمر كمان قد ايه بيأثر. مزبوط، كثير حلو هالموضوع. شكرا دنيا، بشوفك اربعه الجايين على الراد.